السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اللي أنا شغال في مدينة وبعدين عامل زوم على جزء معين، بعد كده رحت لمكان تاني فعايز أرجع للمكان الأولاني ومعيش عربية، فممكن أعمل حاجة اسمها نيمد فيو. أجي هنا وأقول له فعل لي النيمد فيو، باجي هنا مثلا وأقول له أنا عايز أحتفظ بالصورة ديت اسمها مثلا توب، تمام. ممكن مثلا أعمل زوم على جزء تاني وهسميها اسم آخر توب مثلا، خلي بالك الاسم اختلف، تمام. ممكن تقول له هات لي التوب توب، هات لي التوب براحتك. ممكن تقول له انا عايز سايب الصورة دي البرسبكتيف، تمام. وفي اي وقت تقدر وانت مثلا واقف هنا مثلا تقول له انا عايز توب توب، يبدأ يجيبها لك، عايز التوب، عايز البرسبكتيف. وكل واحدة من دول ليها خصائص، مثلا اوتو ابديت السمبلينس، يعني الصورة اللي هو واخدها دي يبدأ يعمل ابديتد لو حصل اي تعديل في الفيو، حافظ على النسبة بين الطول والعرض، اظهر لي النيمد فيو ويدجت، لوكد نيمد فيو اقفلها لي بحيث محدش يعدل فيها، اوت سيلكت نيمد فيو ويدجت لو انا بدأت اعمل سيلكت. وتقدر من هنا تقول له انا عايز اعمل ريستور، ارجع اللقطة ديت، ان انا اعمل ديليت، ان انا تعمل امبورت من فيو اخر يكون فيه نفس اللقطات ديت. ممكن تقول له انا عايز اعمل دوبليكيت، عايز اعدل، عايز اعمل انيميشن. يعني بيفيدني في ان انا اتحكم في الحاجه اللي انا شايفها. ممكن تقف هنا مثلا تقول له انا عايز اشوف التوب مثلا، عايز اشوف الشكل دوت البرسبكتيف التوب توب وهكذا.